كيفك؟ ايش اسمك ومنين؟ أنا اسمي توأم من مصر. هلا يا أنا عم شاء مصر. المصر. لا ازيك، لا كشري ايه؟ حبيب مصر يا باشا، في قلوبنا أنت. طيب ايش موهبتك يا ايش كان اسمه؟ مصر. لا رؤى. تؤى رؤى تؤى تؤى تؤى. تؤى بالتاء. ايش موهبتك يا تؤى؟ موهبتي الرسم. الرسم والله يا نور. ايه الرسم. انت عملت لي فولو انا عامل لك فولو. وبعت لي خاص، وش بعت لك خاص؟ لحظة شوي لحظة شوي، ايش بعت لك خاص؟ بعت لي حبيت رسمات شكرا لتعبك، وعملت لي اعجاب على الرسالة تبعي، وكان وقت الساعة 4 إلا 10 الفجر. حمصان يا واحد حمصان. والله شكرا كثير لاهتمامك لاهتمامك. انت تذكرت رسماتك، انت رسمتي لي جوا انا قلب وراسي وجهي. انت ايه هي ايه هي هي رسمه كثير ان بحبها يا جماعه. وقتك كنت عن جد. رسمتني وقلب الانسان وانا ما بعرف كيف، بس كثير حلوه. صح انا شفتها. اقسم فيا جماعه بالله انت عم اللي بيعمل تجرف. شغلات حلوه كثير اكيد درس له. ايه يا تؤى، ايه اقسم بالله عن جد كتير فرحتني والله، حرام ما عليك ضيعت محمد، تعبي. دخيل قلبك. طيب يا تؤى، حابه تحكي شيء توصل لنا رساله او شيء بالذمة الاوضاع اللي حكيت انا فيها؟ بدي اقول لك كل عام وانت بخير، ولا تكتئب ابدا، وانت عن جد انسان كتير كتير مبدع، وقاهر مضغوطين، وعن جد انت ما في مثلك احد. قهر المضغوطين. يا شكرا شكرا. طيب طيب شكرا كثير لمشاركتك، انا لازم انزلك حتى اطلع عليك. تمام ايه ايه تمام. يلا I باي. love you كلكم. مي تو كلكم كلكم. طب تنطلع تنطلع يا محمد، تنطلع يا محمد، محمد عابد، علي حماد، تنطلع يا محمد. شو ببعت الجيست جو لايف تو محمد. يلا طلعت واحدة تحية تبعنا الخاصة. بسم الله. مرحبا. أم محمود. أم محمود الورد. لك مالي مالي فاضي، ليش شو تراجع على بس على بس نور مار؟ مالي فاضي. تمام يلا خلصوا تعال. كيفكم؟ شلونكم؟ والله ملل 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 يا زلمه، ملل والله. نحن طلعانين مع الشباب، والله عم نسهر كنار، عم نلعب لك ورا يا محمد. صباح انتوا اختراتوا قوانين هتمشوا بعد الحجر، ما حدا انتوا الدوله، مين نحن قدامكم؟ امبارحه مسكتنا بس انا سوا امه وانا امي وخالتي وقدروا ادفع اجار السياره وفي مليون دولار كل شيء، يعني كل شيء اشتريت زرع الحمد لله وعدونا. بس ايه الحمد لله، ما اشترطوا لنا، نحن اشترينا لكم. والله انتم في القلب محلكم، لهيك ما بنشتغل لكم كثير، لانه في القلب على طول. لا كذبه. بربكم بربكم بربكم، احنا منورين بربكم. تفرجوا والله احنا منورين، انتم نورتوا بس. توتش محمد. ايه محمد خلاص، هدوء هدوء سبات. ايه محمد، ايش رايك بالحكي اللي حكيته؟ اركب طياره بتاعه انا وابو مقداد ونخلص تريكس. الحكي اللي حكيته ايه؟ هو انت بعرف ان كان عليك ضغط كتير كبير، تمام؟ كفو محمد، سلام على محمد. انت وبعرف انه انت قد وقدود ان شاء الله. كفو محمد. رح نرجع رح نرجع خلاص. لا حد يصفر لا حد يصفر، يلا خلاص احكي ان شاء الله رح نرجع احسن. نور 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 خلصت عرفت احكي عرفت احكي ايه؟ عرفت احكي ايه؟ ايه؟ طب خلاص. لك يا وسير، لك يا نور، ايه ما في وحده قالت لك وين اختارني مع الدرس مش لك اجزاء اخرو سكر طالع من عن روح سكر سكر طالع على السلام هذا ولد خليل سيلو بس لو طالعنا نحن. طيب محمد لازمك شي حبي لك اخوك ما بصير تسكر. باي باي. رجل الشباب عنده على قطش، على قطش النت كثير عنده. طيب نطالع غيره. مين طالع؟ تن طالع هي بلا طلع فوزيه. لك فوزيه ما بعت لك جيست. انا بعت لك تعليق وجيست فوزيه. يا جماعه ما بحسب. طب هلا فهموني غلط، فوزيه هشام هي. فوزيه مال فانز يمكن.
سؤال لأنور، إيش أكثر شيء تغير بنور يوم عرفته؟ حلو السؤال. بصراحة ما تغير بشيء طويل، بس الضغط يلي صار عليه ممكن يلي خلاه يبعد عن الشيء يلي بحبه، يعني صار ينضغط وقت صار ينضغط ليش هيك مسمته السيجارة، وقت صار ينضغط صار ينعزل، هالشيء كان بيأثر عليه كثير. بس حاليا نور، بس ايش تغير عنك؟ عني لا ما تغير طول. تغيرت عليك شيء مره يا صاحبي؟ انا تغيرت علي. متغير علي لانه متغير علي. هي هي هذا هو هي؟ لا هذا هو. لك لا. هي الليوم. لا. ما نفس. لك ايه؟ منورين المخدات. بنت هي كيف بتحكي لك بيتك بنت هي كيفك؟ هاي. Do you speak Arabic? No, I speak English. You can. How are you? You can go now. Are you single? What? والله لازم نتشك. لا. طب. لحظة خليني بس ضبط الهيدا. Okay. I don't speak Arabic, please. I don't understand you. Oh, why you don't speak Arabic? I don't understand you. أنت شنو تحكي عربي عراقي سوري؟ شنو هذا يا ربي؟ شنو هاي العوينات؟ من انت؟ شنو الكلوات؟ منين جبت الكلوات؟ كلوات والله ما ادري من وين جبتها. بعد عشان يبين بال طيب الاسم الكريم. اني اسمي موزة. والله لازم اضربك بلوك. عم تحكي انت منين؟ شنو؟ انت منين انت؟ اني من العراق. طيب انا عراقيه. طيب انت منين؟ انت عراقي. انا من فصل بغداد. طيب انت عراقيه، انا ليش ما مصدق انك عراقيه؟ والله ما ادري. ما بقولوا ما ادري، بقولوا ما ادري العراقي، ما بقولوا ما ادري، بقولوا ما بعرف. ما عارف. يعني تدري انا عايش بعده دول عربيه، عشان هيك ما عرفت احكي، يعني تختلط اللغات بعضها اللهجات. ها اي والله. طيب تعال طب تعال انا احصلك واجيبك. منين انت؟ من العراق. انت مو مصدقني؟ لا انت تشكك بكلامي. خلاص اسف ما قصدي. ايش بك؟ شنو هذا؟ انت منين؟ منين؟ من العراق. العراق ما بقول شنو هذا، بعرف كذاب ما عراقي. لبنانيه. انا ما اعرفك، من انت؟ طب خلاص انت بدك جاي تتقتلي ولا جاي تحكي لي كلمه حلوه؟ لا تعمل حالك هيك. لا تعمل بحالك هيك، اسمعي كلمه الجنبك. لا تعمل حالك مقلب، ليك شو عم تقول يا نور؟ الا عم تعمل مقلب. هي هي منين؟ هي منين؟ انا من كغستا غستا. اكلت عملت لك اياها كف. انا من لبنان. ها؟ انا بعرف شعب العراق ما هيك بيحكي يا اخي. من البقاع. من الجنوب. لا من بعلبك. انا بقاع. يا زلمة على راسي تصيرني كلمة بعلبك. المهم نورمال كيفك انت؟ الحمد لله. ها الحمد لله كيفك انت؟ انا الحمد لله، انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله مشتاق بخير. كيف صراحة تبعيتك كذا مرة هيك، عندك محتوى حلو ومهضوم وبس، وحبينا نطلع ونحكي. شنو تريدني احكي؟ نحكي بعدين. بعدين عندك موهبه؟ تريد اعرفك مو هلا اخر هالزمن. انا ابي اريد اقول لك موهبتي وانت قيمها. طيب يلا تفضلي اجري بحديثك. شنو تريد موهبتك؟ موهبتي ها هذه هي، احكي وياها. قلت لغات لهجات. هذه اللهجات مزبوط يا شنو اسمه؟ طيب ايش اسمي؟ طيب ايش اسمك؟ هلا بالعاده انا كل يوم بطلع لايف، رفقاتي اللي بيعرفوني، فما بيطلع عندي اكثر من 25 حدا، وهيدي اذا هيدي نهار الاف بيطلعوا 50. يعني ما كان تعرفوا الشهره مو بس للبنات. ها انا ما اريد انشهر. غنيت نورمار مستيما. غني منو نورمار هذا؟ ما اعرف منو هذا. كلمه ثانيه انزلك. لا 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 تنزلني، اخاف اقع وما يعني تنكسر رجلي. اعتذري من انور. لا ستوري
اعتذري منه. اعملي لنا شيء بيضحك. طيب هذا شيخ الشباب، اعتذري منه. اعتذري منه. اقول لك اعتذري منه. غير مرة ربي لي، مين هو؟ شنو بيتكم؟ والله عاد انت غلطت بحقه ولازم تعتذري منه. انا اسف. طب انت ما تصلح غير تعتذر. ما نسيت انا. طيب يا فاطمه، ليه بدي اعتذر؟ ما فهمت. طب خلاص خلاص خلاص، انا اعتذر خلاص، هو اعتذر. طيب يا فاطمه، بس هيك سؤال. الا حبيبي، انت معنا من اول بس ابتشت شوي لانه اجاني. طيب التسار. طيب شفتي انا ايش حكيت؟ طيب اعتذري منه. والله على قطع والله على راسي. بالحجر والله عم ندرس وعم نحفظ لغه جديده، عم نلعب وراء. ايش عم نعمل يعني؟ عم نلعب للصبح القران. ايه كم تجويد. اسماء الله الحسنى 99 اسم تعلمناهم البارحه على المعلومه. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. احفظ جزء عم شو؟ احفظ. لا جد حفظ جزء عمه. والله شكلك ما بتعرف ايش معناتها جزء عمه. جزء عمه؟ ما اسمه جزء. لحظة بدي احط بلا فلتر لانه هذا الفلتر. خلاص انت بلا فلتر هذا. هلا هيك تمام؟ جعفر. تمام. اوكي. تمام. والله بتشبه في عبد الرؤوف. اسبوع يونس عبد الرؤوف. وانت بتشبه فوزة. مين؟ فوزة. مين فوزة؟ فوزي. فوزة مو فوزي. لا بس عبد الرؤوف شاب، انت مالك فهمان الوضع. امبارح عبد الرؤوف شافني على اللايف. شافك شفت على اللايف ولا البارحة؟ نعم خلص. بلعجي؟ انسان مسحب على اللايف. طيب 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 يا فاطمة، طب بدك تعطيني كلمة لأنه أنا مكتئب. أوكي أعطيك كلمة حلوة يعني؟ لا مو كلمة حلوة يعني غزال، لا إنه تعطيني شيء إنه تشبه تينا. عم بقول لك نورس تشبه تينا. بتعرفي تينا؟ عيد ميلادك بكرة؟ ايه. اوكي معزومة؟ مع انت ليش هذا معزومة هاي؟ لا بكرة حجر، بكرة حجر. نعم للتنين. يوم التنين خلاص تمام. ما يصير شيء. يوم التنين، لا حد يصح لك. يوم التنين انور بصح لك ان شاء الله. تمام. خليني يصح لك مع اللايف. يا خيي شو خص انور؟ انا وكيل اعماله زي ما الخبر اسمه مدير اعماله. مدير مدير اعماله. هلا مو بنرجع حديثنا. يلا خليني اغني لك قبل ما نسكر لانه سوري بتعرف انشغالات كثير وعندي دائما ميتينجز وهيك فما كثير فاضيه. والله العظيم طاوه واحده فيها بيض على وجهك تصيري احلى من عبد الرؤوف. فليك حاعطيك من وقتي نتفه واغني لك. اوكي كرمال عيدك. ما حدا يقعد هلا يصير يقولوا صوتك بشع وصوتك ما عارف شنو. خلاص صوتك بشع تفضل. اوكي يلا. بحب في غرامك بلاقي كلامك لو حتى في قصادي. شو بك يا انور ما عجبك؟ صوتي احلى، صوتي احلى. اسالوا نورس اذا نورس موجود اساله. صوت مين احلى يا نورس؟ اذا انت بس يا نورس احكي. خلينا نسمع خلينا نسمع. كده كده حتراضيني وتكسب ودادي لكن بالملوح. ما بيعرفوا ولا ثاني. اعتذري منك. صوتي احلى. انا مثبت اليوم تعتذري منه. صوتي احلى. اذا ما اعتذرت منه رأيت حر. لا 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 سوري سوري انا مين بدي اعتذر؟ ليش انتم جايين هلا عم تستفزوني مثلا على الاعتذار؟ اللي عملت شيء تعتذر؟ انت صوتك احلى من صوتك. صوتك احلى من صوته، اعتذري منه. سوري. اوكي. طب كرمالي اعتذري منه. اعتذر. سوري. سوري. انا سوري. خلاص شكرا كثير. شكرا لفاطمة. شكرا كثير. فاطمة وتشرفت كثير مع طبعا اسف اذا بدر منا شيء غلط بس يعني بتعرف انه نحن جلادين وبين بعضنا. ايه جلادين. بالمناسبه تحيه لكل الجلادين. تمام يلا باي فاطمه. باي نايس تو ميت يو. ميت يو. اعتذري راحت. شلون خليت تعتذر منك صاحبي؟ ما في هو ما لازم تقول انه صوته احلى من صوتي. مضبوط حكي. لا بنادي ولا بعشق دي بلادي ولادين اخترت بنت بلادي اموت اموت عليها. يلا تعالوا نطلع كمان جستات. خليني انقي واحد. لا انت لا تنقي. يلا خليني انقي واحد.
يا جماعه في جستات كتير اسئله كل ما طلعته، بس في فول 9 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
بلاش اختار هيك انا عشوائي. ما هو عم بختار عشوائي هيك. طب يلا اختار عشوائي. لا وين راح؟ طيب هي عشوائي. اختار عشوائي. رفعت هيك وكبس. اعمل هيك وكبس. هلا ما بترد حسن. عشوائي احلام امان. طلع حساب البنت. طلع وليد. وليد عنده عقده من هالشيء. وليد والله لو تغلط يا وليد. اعتذر من انور. اعتذر من انور. الو. هاي. انا اخترتك. انا ارفع هيك بس اخترتك. انت عم تاخذ ثلاث شهيقات مع زفير واحد، هذا شيء غلط كثير للمعده. خلاص كيفك؟ ريلاكس يا حدا عم بضرب هون يا جماعه، اذا حدا عم بضرب ايفون خلص البس لسيا. كيفك؟ هاي رجعت لوعي. لا تسجد رجعت لوعي. كيفك؟ منيحة. انت كيفك؟ الحمد لله. انت شو اسمك ومنين؟ انا اسمي لطيفة من ايران. من ايران انت؟ ايه. واو. How you can speak Arabic؟ تعلمت من لحظة شوي منين تعلمتي عربي قلتي لي؟ شو؟ من أين تعلمتي العربية؟ تعلمت من عيلتي، بس وقت اللي تعرفت عليك أكثر حبيت العربي وتعلمته. واو. تعلم عربي. شد عمرك يا اشكال لطيفة. شد عمرك؟ شو؟ How old are you؟ انا عمري بل دي ما بعرف عد عربي. ما بعرف عد عربي. لا لا 15 50 50 لا 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 I'm 17 I'm 17 يعني 17 سنة. لا 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 شربوا كل. طيب يا لطيفة، من ايمتى بتتابعيني؟ وشد اخذت معك مدة حتى تعلمت اللغة العربية مشان؟ انا متابعتك من سنة، يعني في سنة قبلة شفت فيديو على اليوتيوب وكنت تفتح الهدايا تبع عيد ميلادك. حلو. يعني انا فتك بحياتك. شو؟ لو كنت متعلم اللغة الفرنسية احسن لك، كانت تلاقي فرصة عمل. انا فتك بحياتك لانك تعلمت اللغة العربية ولا انا يعني هل افدتك؟ ايه كثير. في ايام في ايام خلص احكي بالايراني بترجم بعدين. ايش حابب تقول لي انا بترجم لها بالانجليزي؟ قول لي لحظه شو بس تقول لي انه فت انا شيء؟ هلا عم بتقول لك ايه فتني وعم بشرح لك انه ايه. انت نور كثير 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 فوق ما تتصور، فوق ما تتصور ساعدتنا، لان انت شخص يلي كل حدا يلي بيشوفك بحبه، انه في وجوده بيصير طاقه يلي يستمر وما يتخلى عن اي شيء يلي بده. صفوله. وما في شيء مستحيل. ولك الزاب هذا رفيع عم بقول لي اقول لك كلمه ايرانيه، بس اذا طلعت عيب ماني مصلحه لانه هو اللي قال لي اياها. تمام. مو بتعرف ترد من الخشب وانت ما عادش احكي لك كلمه ايرانيه. بحكي لك كلمه ايرانيه بحب. انا خيرت ليش يعني عفوا بالايراني؟ شو معناتها عفوا بالايراني؟ بالعكسيد. انت حكي لا انت حكي غير كلمه كذاب كان بيخليني اغلط والله العظيم. بالإيراني بفارما أشخنه. شو؟
طيب يعني اهلا وسهلا كذبك انت اخذت ضحك اخذت ضحك كذاب بفارمان يعني اهلا وسهلا بفارمان يعني اهلا وسهلا نور صوتك عم يتقطع ما بفهم شو بتقول اهلا وسهلا ايش معناتها بديراني بفارما سلام يعني مثل العربي يعني ما بيفرق لا بفارما بفارما ايش يعني شو بفارما بفارما يعني احكي شو بدك هيك بفارما لا هي ايرانية مو انت والله هي ايرانية مو انت طيب شكرا كثير لك يا لطيفة وشكرا انك فانزي وشكرا انك تعلمت اللغة العربية نور ليز 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 ثبت البيت وكل عام وانت بألف ألف خير وانت بألف خير وكل عام وان شاء الله تضلي تتابعيني وانت بخير وانت بخير خلاص طيب يا قبل ما اسكر يا لطيفة ايش موهبتك؟ انا وات يور موهبة؟ انا برسم انا ما فيك موهبة؟ انا برسم ترسمي ما في حدا ما برسم كل برسم انا برسم تسلاي تعلم ايراني من بس خدعها طيب طيب شكرا يا لطيفه على البث الحلو شكرا على مشاركتك الجميله معنا بيبسيه تربح معنا بيبسيه لازمك شيء لا شكرا شكرا بس ثبت البس بليز بليز تكرم عينك خلاص خلاص كرمال لطيفه شكرا يلا باي باي طيب ناخذ كمان جستات ما شاء الله يا جماعه البس لهالله تقرب 30 الف شكرا كثير لكم بالعاده مع هذا بغني بسوري 20 الف بس الحمد لله اليوم عدت على خير طلع لك جست تكرم عينك عبر رؤوفي لا انت فاهم هيك والله فرزينك طلعني لك عم بطلع الجستات هيك برجع بتغير بسرعه يعني بدك بس على واحد ما بس ثلاثه كلهم لاي الديار هدول كلهم جستات ايه شكلي ما عم بشوف محط نظارات لا لحظه شوي لحظه شوي لحظه فيا جماعة عشان تعرفوا انه انا عم بعلم الناس من ايران جود انت هسه عم تتعلم اللغة العربية ثلاث ايام والله لحظة شوي السلام عليكم سلام عليكم طيب مرحبا طيب هلو والله ولا واحدة خلاص انا ثلاث طبعا طب تعال طالع انت تعال يلا يا جماعة الله بدي اختار بدي اطلع حدا من عند عبد الرؤوف يلا عبد الرؤوف لحظة احط لك اياه هون وتختار يلا روح فوت فوت اعمل عشوائي اعمل عشوائي عشوائي عشان ما حدا يزعل يا جماعة عشوائي ها عشان ما حدا يزعل عشوائي عشان ما حدا يزعل هذا عشوائي تبعي لا ليش ما عم ينكبس؟ راح العشوائي تبعي والله خليني ارجع شوي ارجع حط عشوائي خلاص عشوائي ها ما عم ينكبسوا هدول ليش؟ معناها هدول كانوا مقدمين على البيست وتركوا والله طب تعال نقي من فوق تعال نقي من فوق تعال من فوق عشوائي كمان على كيفك عشوائي احزاني الامي شو بدك يلا هاد هاد يلا هات نشوف هذا من اختيار عبد الرؤوف يا جماعة ان شاء الله عبد الرؤوف طلعني عشان احبك ان شاء الله تكون مطلع هندي تعلم هندي والله يا ريت يطلع واحد هندي يقول لي انا تعلمت الهندية مشانك لا مو الهندية العربية العربية مشانك هو هندي بالاصل لا فتحت الكاميرا الامامية بالغلط حجي مرحبا هلو مرحبا نور كمان سكرت الانستا مثل اللبس برباك فجرنا الانستا مثل اللبس ام هير بيبي اهلين كيفك؟ الحمد لله بخير وانت والله الحمد لله يعني ما لنا شغل تمام الحمد لله ايش اسمك ومنين انت؟ اسمي زين من الاردن شد عمرك يا زين؟ لا شد عمرك بنت بنت الله زين زين البنت اللي شاب في زين بنت في زين شاب بس صوت بنت لا زين بنت بنت ها طيب يا زين شد عمرك عمري 14 سنة نورتي يا زين طيب يا زين ايش موهبك والله هي الرسم
يخرب بيت شليك انت شدك حظيز. ايش رسم؟ رسم. كما هي رسم؟ رسم. طيب عندك لوحات عندك لوحات فنية انت رسمتيها؟ كثير عندي. طيب بس نسكر بعتينا يوم على الخاص لحتى نعطيك رأينا فيه. تمام اوكي. طيب يا زين لازمك شيء؟ شرفت والله برايك وشكرا لك. العفو. يلا باي. والله يا جماعة ما شاء الله نحن البلاد العربية كلتنا عندنا مواهب الرسم. شكرا. ما عدا انا ابوي ما علمني مخ. ابوك ما له مصلحة فيك، انت لازم موهبة من جواتك. هي أه. هاي فوزية. وين وين فوزية؟ لا لا طلع فوزية. طب ما تم جستات ولا شو؟ هدول ما انجستات هدول. طيب يا جماعة اللي بده يطلع يكتب لي بالتعليقات انه انا بدي اطلع وانا ببعث له جست. لانه سكر هون العدد. ايه لانه سكر العدد بطل يفتح. رجعت له. بس ما فتح ولا فتح؟ ما فتح. ما فتح. ما فتح يا جماعة الانستغرام خرف. ما عم بطلع. لحظة شوي لحظة موهب موهب لحظة. لحظة هو واحد كده موهب. طيب تعال انت. قلبي شو بدي انه تعال وشوف عبيله ما عندي دم انت اللي كنتي فيه. طيب هي ما طلعت لحظة شوي نشوف غيره. ردت لها يا جماعة ما ها القصات رجعت. طب تعال تنطلع هاي لحظة شوي مسافر يا جماعة ماهر مسافر وين ولاك مسافر زبل العجين اللي بده يطلع حقكم هو بده الرسم رجع ايه حاج رسم هلو هلو مرحبا نور واتس اب برو الحمد لله انت كيفك الحمد لله واتس يور نيم انت كيفك دانا دانا انا ايه دانا ايش اسمك يا دانا مين ها ايش انا تذكرتني دمرت الانستا مثل اللبس ايه ما تذكرتني تذكرتك تذكرتني إيه؟ كيفك نور الحمد لله كيفك دانا الحمد لله ايش موهبتك يا دانا الرسم ما عندي موهبه والله بس بلعب فوتبول صفولة بتلعب ايش تلعبي فوتبول 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 لا بس تلعب فوتبول بس الرجال الرياضه بس بيلعبون النساء اه يعني انه طبعا يعني جلاده في كل شيء يا ذو براوية جميل طيب طيب يا دانا روح لو حد على ضد التلنج مو كنت ما بعرف في في يطلب طلب تفضل يا دانا طلب ممكن تغني لي اغنيتك اللي نزلتها جديد هي حطيتك براسي يلا غني يلا يلا انور غني انا بصير لا مش انور انت يلا انت نور غنيها بليز جاتك مشاري ما لا تغني خلاص هلا انا وريت اسمعهم لا لا والله خلاص انا بساعدك نطلع صوت خلاص قلبي طب يلا اثنين لا لا خلاص ما عندي لا يعني ليش هو بتنتنا ليش مو لحالي معي غنينا طب انت لحالك ماشي عبد الرؤوف طب ماشي عبد الرؤوف نعم ماشي غني عبد الرؤوف اوكي يلا برو لا تبلي خربيت ليش يلا ما بصير يلا ما بصير عيال لا ما بصير طيب هلا قبل لانه انا بعرف انه هلا انت بدك تطلع جستات بعرف بس انه حبيت اقول لك شغله بس انه نحن حنضل دائما معك بكل شيء قرار بتاخده وفخورين بكل شيء عملته وما بنعرف عن جد شو بدنا نقول لك لانه عن جد فخورين ورفعت راسنا بكل شيء عملته وعن جد يعني I love you شكرا كثير للكلام الحلو يا دانا لازم شيء شكرا سلامة قلبك باي ثانك يو انك طلعتني ويلا بيس بيس غوريو بروف بزني ايه والله كاردشيم خوش كالي تجيني مين فيك تصلح القستار ايه تصلح لحظة انا المرة انا اختار انا اختار عشوائي ولا مو عشوائي 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 اختار
عشوائي. لحظة شوي، ما عم تحرك الشاشة من كتر الجستات. ليش طيب ليش؟ لا بنخلص عمل هيك عشوائي. ما هو بعمل هيك بس ما عم بختار العشوائي حتى. يلا طيب، ضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما تخليك قلبك حبك سهرانين بدوني. ايه والله السهره، السهره حلوه كثير. ايه والله كثير والله. نايد من البتراء، من البتراء قصاص. ابو النت هي كثير عنده ضعيف. مرحبا. لا شمال انت بدل من هلا بوي، انا اسف بس النت عندك اوفر ضعيف. يلا كتبوا لي بده يطلع كتويل، اكتبوا لي. نور ليش ما بتطالعني؟ موبيد يا جماعه انا بطالع بشوف. طيب لا 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 سي فيها ضحكتي. ايه للأسف. مرحبا مرحبا كيفك؟ الحمد لله. ما قلت لك طيب ايه شلونك؟ كويسة كويسة. من مصر. مصر انت سامعيني صح؟ اه سامعينك صح. انت ايش اسمك؟ سلمى. هلا يا سلمى. انا عمر. عمر وسلمى. الجزء الثالث. اوكي واحدة فهمها. فهمت انت؟ عمر وسلمى يعني. كفو صاحبي. لك لا وين رحتي؟ راحت يا زلمة. يا زلمة كنا عم نقول عمر وسلمى يا زلمة. وين رحت؟ ما عجبت النكتين. هذا بده مين؟ طيب تعال نطالع. حبك أزاني وللأسف قلبي إليك ما عاد لهف. هلو هلو انت بعد باي. هلو كيفك؟ الحمد لله. انت من ايه؟ مصر. عمر. سلمى. ايش اسمك؟ بسملة. بسملة. بسملة وعمر. لا عمر. لا بسمله. بسمله ما كانش فيه بسمله. بسمله بنت العمر. عمر وسلمى وبسمله. خلصان ماشي. بسمله عمرك عندك كم سنه؟ عندي 17 16 سنه. طب العمر كله مو هيك تنام. العمر كله عادي. العمر كله نفسه. ليش كله؟ عادي عادي يعني. ما بعرف تضيف لها غصن على الراس هيك. ايه بسمله. ايه ايش موهبتك يا بسمله؟ طيب وانت طيبه ماشي عارف موهبتنا عبال سنين كتير. يا رب وانت مبسوط وفرحان حاليا نلعب لعبه انا وياكي. عبد الرؤوف راح يعرف موهبتك. اوكي عبد الرؤوف شو موهبته؟ الرسم. الرسم؟ لا مش الرسم. صبولة هي موهبه. هي موهبه. انت مجرد تقول لك ان ما عندك موهبه الرسم هي موهبه. تاخذي عليها الباص السابع او عبد الرؤوف. صراحه بقى انا صريحه جدا ما شاء الله. ايش موهبتك؟ الكتابه يعني كتابه سيناريوهات وكتابه قصص وحاجات كده. حلو. ليه ده سايف فيلم اكشن. اكتبي لي قصايه وبعتي لي. ده سايف فيلم اكشن هيك واحد وحبيبته وحبيبته خانته مع الواحد. قام الواحد تركه وبس البطل مو اكشن. الواحد اللي تركه. ايه الواحد اللي تركه بوم بوش بظهره بيجي رصاصه في قلب بطنه بتتعديه هيك بتقتل هو بتقتل نفسه يلي اطلق الرصاصه وبتقتل حبيبته بتقتل اخته وبموتوا كلياتهم وبتنتهي القصه. خش تكتبي لي هيك سيناريو. واو من عيني حد. اوكي اكتبي لي. استحوا الجنود. ربي استحوا الجنود. طيب يا بسمله حابه تحكي لنا كلمه على الحكي اللي حكيته اول في اول بس. انا عايزه اقول ان نور القديم ونور الجديد الاثنين احلى من بعض وكده كده يعني
احنا ان شاء الله هنفضل معاك دايما. وبس يعني انا عايزه اقول لك انك شخص بجد تستاهل كل الدعم وكل التقدير وان شاء الله ماشي اوكي. شكرا كتير لمشاركتك. اوكي كنت بس عايزه اسال سؤال. اتفضلي. انت عارف محمد بلاش كتبي لي قصه كان واحد بده شهاده سواقه وتعسى. هاي ما في داعي لكم بس هاينا نصورها اخي انت يا حماد. طيب خليت اسال سؤالها بسملة. يلا بسملة. انت عارفني؟ بجد؟ انت بسملة. بسملة. لا لا, لا عملت عملت في اليومين تصميم كتير حلو فتابعتك. شكرا. انت متابعني من زمان على فكرة. والله طب لك من شي اسبوعين من زمان عملت تصميم حلو تابعته. شكرا. انا بشوف يا جماعة الناس بيعملوا شي حلو وبتعبوا عليه جد يعني. وبعت له انه شكرا. لانه جد بتعبوا على الشي اللي عم بقدموه. طيب يا اسمالة شكرا كتير لمشاركتك. بشوفك بعدين. باي ان شاء الله. باي باي باي. طيب مين بدك تطالع هلا؟ ناخذ حظ. انت انور بدي اخذ. يلا انور لحظه شوي حط سي. حبك اذاني. يلا للاسف. يلا روح ادخل. دخلتك صاحبي. طحش طحش. بسم الله. طلع فنزلك يا احمد العود. عساس عشوائي. ما لا انا عشوائي. هيا عشوائي. طب خلينا اروح هيك. ايوه بعدين صغير اخر شيء ما اخذ صار السوق بدون شهاده وكل ما يشوف شخصية على حاله ضايق. انا نزل في سيارتي. هاي كيفك؟ عندك نت ضعيف فظبطي بليز قبل ما باي. عرفتي باي خلص. طب يلا باي. النت عندك ضعيف. اسف اسف بس النت ضعيف كتير وهذا الشيء راح ياثر على البث فساوي نتك على السوا وارجعي بعتي نطلب جيست. طيب ناخذ جيست ثاني ومعنا الرابح لليوم ونقول له مبروك. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ من مصر. ايوه. طيب ايش اسمك وش عمرك؟ ايصال 17 سنة. اسمك ايصال؟ ايصال. ايصال 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 مو ايصال. ايصال بالثه. اسم غريب شوي. باللام ولا بر... ايش اسمك؟ ايثار. ايثار بالراء. ما هو ايثار بالراء. ايثار ايثار يعني ما زلت اللي هو اصلا مذكور في القرآن ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب وين ايثار القصة؟ يعني تفضيل الغير عن النفس. تفضيل الغير عن النفس. هلا دي شو اسمك؟ انا ايثار. ايثار. ايثار 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 الجدل. ايثار الجدل. ايثار الجدل. طيب اسفين اسفين يا ايثار لانه هيك بس نحب يعني انا اسف. عادي الله يهمك. طيب يا ايثار ايش موهبتك؟ الرسم. لا والله كتابه. كتابه القصص وكده زي بس. عندي سيناريو حلو زي بس. لا يا خرج. لا غير هذا غير هذا. طيب اعطيك سيناريو خرج تكتب لي اياه. تفضل. بكون في واحد وحبيبته
حبيبته بتشوفه مع رفيقه، بقوم رفيقه بضربه، ولأن رفيقه بضربه هذاك بنتقم من أهله، وبقوموا أهله لهداك بقتلوه، بقوم برجع على مين راح البطلين؟ لا 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 ما راح البطلين، استنى جاي في ولاده لرفيقته، رفيقته لرفيقه؟ رفيقه، بهجموا عليه بنطوا، بيطلع على شباح بيكون هذا هيك فيه شوي خيال علمي، ايوه خيال علمي ولا مصلحة والله عسل عسل تمام اوكي طيب خلصنا. شكرا يا ايثار على هذا الايثار اللي عملناه من شوي. فشكرا لمشاركتك ونحن لازم نسكر حتى ناخذ غيرك. اوكي ماشي سلام بيت سلام ايثار حاضر. لا تستنوا الناس على اسمهم يا جماعه. لا محمد عملته كاتبين خالص ليش تكتب صحيح؟ لا انا كاتبه هيك كتفكير بدي اياه كتابه وقراءه يعني شيء شيء على الجاز بس الهي ينفهم. مرحبا اهلين انت كيفك؟ الحمد لله سريع البرنامج. اهلين عرفتني؟ والله عم تاخذنا قد عقلنا كل شيء تمام. انا اختكم الكبيره مو انت اخته. إيه انا وصال. وصال اهلين وصال كيف وصال كهرباء ولا مي؟ لا 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 يا جماعه احكي له انا خالتك ها. انه خالتك وصال ترى. لا خالتك شو عمرك ليش؟ 33. ليه خالتك؟ خالتك؟ خالتك ليه خالتك؟ خالتك تعرف ليه؟ ذكرتني أنوار؟ ذكرت أنوار؟ تفاجأ. لا ما تنصدم ما تنصدم طلعت خالي واسمه وصال ما بتعرف. لا والله ما عندي خلفكم أنا خالي وصال ما عرفتني؟ خالتنا كلياتنا مو خالي وحده. ايه خالتي الجلادين. خالتي الجلاد ها انت لا تقولي مسمي اسم بروفايلك خالة الجلادين. لا اكيد لا. في عندنا شركة كهرباء الجلادين. في عندنا شركة ماي. في عندنا كل شيء. لا انا اختصاص دعم الجلادين. طيب. رفع المعنويات اكيد. والعقد. لا بدون اسم. اوكي اوكي. ضحك ولا في جيران كيفك؟ أنا بوصل. خالي أنا آسف صح أنت أخبر مني وهذا بس نحن تعرفين أنا حكي جلادين. عادي عادي. وصال أجار. عادي عادي بتمون بتمون ولو. طيب يا وصال أصحك وصال عادي ولا لازم أسألك خالي وصال؟ لا وصال لا بس خالته انا لا بس خالته لانور مش خالته محق انور زعلت منك يا انور لا خالي انا اسف والله انا اسف خلاص لا مش خالتي خالي وصال انا اسف اعتذر منك طب خلاص خالي لا خلص ما بزعل منك لا تخاف بما انه عمرك 33 سنه واكبر مننا فنحن اسفين على الشيء بدل مننا في عندك لا عادي ولا تفضل احكي نور احكي ايش بتحبي تنصحيني مشان الحكي اللي حكيته اول في اول بس اول شيء نور القديم أو نور الجديد هو نور نور إحنا ما تغير علينا شيء كفو خالي بالعكس أنت كل تقدم أنوار سكوت بتضحكي أقول لك كفو يعني إنه عم بشجعك على شيء عم تحكي طيب ما هلأ بقطع الدت النت بقطع كتير أنا آسف خالي لا طيب كملي 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 خالي عندك ولاد؟ إيه عندي والله هو جلاد كمان كم ولد؟ واحد الله يخليك يا رب ايهم وبعثت لك صورته على الخاص ترى شد عمره؟ عمره 10 سنين ما شاء الله الله يخليك يا ان شاء الله بتشوفيه اكبر دكتور عجب عم لك محمد حلمي كمان انه يكون زي نور معش تكوني خالته ولا لا؟ لمحمد لا حرام عليك حرام عليك محمد شو يا محمد؟ محمد كثير لا طيب هيك طب كملي كملي حديثك على اول بس ايه فانت ما تغيرت لا تفكر انك انت تغيرت بالعكس هو زاد عليك التعب وزاد الجهد بس انك انت نفس الشخص اللي احنا عرفناه من انا عرفتك من 2019
انت نفس الشخص ما تغيرت. بس ضغط النفسي، ضغط الشغل ورا بعض، انت بتحس حالك انك رح تقصر، بس انت ما شاء الله عليك وان شاء الله بمزيد من التقدم والنجاح. كفو خالي وصالح. ما شاء الله عليك من يعني كل ما عمالك عم تطلع، يمكن هالشي هو اللي بتعبك، بتقول انا احتمال اقصر بهالشي، احتمال بعد هيك انه رح يقل تفاعلي، رح يقل شيء، بس لا ما شاء الله عليك، يعني انت ما شاء الله رح توصل، وان شاء الله حلمك الجاي احنا بنتمنى انه كمان يكون حلم مو الخمسة مليون وصلناها، هلا اللي بعد هيك شو الحلم الجديد غير الغنيه؟ الغنيه هلا شيء ثاني. لا انا حطيت هدف، شو حطيت هدف وراح امشي عليه، لانه كل ما حط هدف بشتغل اكثر لحتى احققه، لانه ما بحب اخسر اهدافي. بس برضه نفس الشيء ما توصل لمرحله انك تمل، ما توصل لمرحله انك تمل، وصل لمرحله، وصلت لمرحله انك بدك تمل، روح اطلع غير جو، ما تضلك حاشر حالك بس بالجلادين، برضو احنا كمان بهمنا راحتك، يعني اذا انت كنت مكتئب احنا كمان كيف بدنا نكون فرحانين؟ مزبوط. فهالشي افلا طلعت ايدي عم بسال سؤال، طلعت ايدي عم. فلا عن جد انت فرحتنا، وانت كمان السعاده اللي احنا بنضحك كرمالها، فكرمال هيك لو سمحت اذا انت كنت مكتئب اطلع غير جو، ما تضلك حاشر حالك بين اربع حيطان وبتقول انا بدي اعمل وانا بدي اساوي، لا اطلع غير جو يوم يومين، احنا كمان رح نضلنا معك ورح نضلنا نستناك ورح نضلنا ننتظر لما يوصل نور للحلم اللي هو بده اياه بعد هيك. فلا تفكر انه احنا ممكن يقل تفاعلنا او ممكن انه نفكر باي اشي تاني، احنا لا، احنا موجودين دايما ورح نضلنا ندعمك، وقت ما تكون انت بدك تكون معانا احنا معك على المرة قبل الحلوة. فدايما يتأكد انه ما رح يقل تفاعلنا ولا حبنا ولا دعمنا لإلك. عرفتي والله، شكرا كثير، الله يسعد قلبك. لا تنم لا تنم. سمعتك انا. انا بدي احكي كلمة، نحن جد التفاعل موهبنا قد ما حبكم لنا مهم عنا. يعني واحنا كمان في اكيد في جلادين كبار بالعمر مثلي وكلهم بدعموك، كلهم بدعموك، يعني سيبك اماشي الصغار بحبوك نيو لوك وإشي، بس احنا عارفين قلب نور، واحنا كمان بندعم قلب نور بغض النظر عن نيو لوك نور اللي واو جميل. عم انت بخير؟ احنا يعني اكيد اكيد احنا دائما معك ورح نساندك، وعساني عساني رح تقول بعد خمس سنين اللي انت ذكرتها ولساتها احنا فينا، بعد خمس سنين رح تتذكروني، رح نتذكرك ورح نقول شوفوا هالإنسان اللي من ولا اشي صار كل هالاشي. شكرا خالد، الله يسعدك، فديت قلبك، وبتمنى ان شاء الله السنة تكون سنة حلوة عليك وبداية كمان حلوة دايما، ومهما صار معك بالقديم انت دائما تطلع للمستقبل مو للورا، يعني صحيح يرجع نور القديم بس مش نور اللي احنا اللي في فتره مرحله اكتئاب ومرحله زعل ومرحله، لا يرجع نور اللي بضحك دائما، لانه ضحكتك هي كنز لنا. كيف رد عليك؟ شغله وانور والله ضحكتك بتجنن والله، احنا بنحبها. لك شغله قبل ما اطول حديثك. ايه نيال ابنك ايها مع هيك ام، واي حدا بيعرفك نياله اللي يستعد قلبك ان شاء الله يا رب يطلع مثلكم هيك عنده طموح للمستقبل يا رب. شكرا كثير. معش اسالك سؤال خاص؟ تفضل. وين ساكنه؟ بفلسطين. هلا رح تتذكرني. تحيه اكبر متابع من فلسطين. تحيه لشعب فلسطين. وشكرا كثير لك. ايه انا من اصلا من فلسطين والاردن، بس ما بعرفش اذا بتعرف قصتي انه قبل 10 سنين ما شفت اهلي. تذكرتني؟ تذكرتك الله. شكرا كثير. شكرا لانك جد. شكرا. لا انا لازم اكون فانز، ما بعرف كيف. شكرا انك فانزي جد، ما بعرف. خلص باي. خلص ماشي. اسمع بس بدي اقول لك شيء. ايه ضلك تضحك، اذا بشوفك مكشر لاجيك على تركيا واعمل شيء. خلص رجعت لك كله انور. كشر حبيبي. وجروبنا كمان كتير بيسلم عليك، وانت كلهم البنات بيسلموا عليك طبعا، في كميه سلامات لو بدي احكي لك اياها لبعد بكره رح يسلموا عليك يا انور، لا تخاف. مو انا لا تراو. في ريتا، ريتا صافي،
إيمان، عبير. هسه كتبت ورقة. لا مش كاتبة والله ورقة، بس هدول بقلبي أكيد رح أتذكرهم دايما. جنى، أنا أمر. أنا آسف كثير، أنا ما برد عليكم جد، يمكن لو سمعان هذا بعرف الحكي. بعرف إنك أنت كثير عندك ضغط، بعرف إنه عندك كثير ضغط، والله يخليك. ابتسامتك هي بتروح إحنا التعب اللي إحنا بنشوفه بحياتنا. ضلك ابتسم. عن جد عن جد، وكل عام وانت بخير، ما بدي انسى. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، كثير 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 انا سعيده اني حكيت معك، وهذا الشيء كثير ريح قلبي، لانه كان في كثير كلام لازم احكيه وحكيته الحمد لله، بس لسه في كلام بحكي لك اياه بعدين على الخاص. تمام تمام، خلص. ايه بحكي معه على الخاص، بعت له صوره ايها مع فكره، بس هو ما شافها والله. هلا لازم. ايه من زمان وقت ما قلت لي. انا اسف بس علي ضغط كثير مع لا ما نسيته، بس وسلمى وبسمه لو كلهم والله كثار، والله كثار، والله 70 بنت بدي اعيد لعد. لا غير فيهم كذا كثير. طيب شكرا كثير كثير، شكرا كثير على الكلام، يسعد قلبك، شكرا على الوقت اللي اخذته منك. لازمك شيء؟ لا سلامة قلبك، بس انت كون بخير واحنا دائما بخير. والله بخير طبعاً. صفولة فديت ألفكم سلام، الله يعطيكم ألف عافية وموفقين. شكراً لك، هلا قلبي، يلا باي باي. والله يا جماعة كلام أثر فيني كتير. شكراً دخل دخل عيب هاي بلا لا بلا لا بلا لا ما في زواج طالما أنا بالفريق زواج. لا انت عادي تزوج تم بالفعل، بس طالما انا ماني مفكر ما بتزوج انت. تعال اسمعني والله علي. لا شايف الجواز تجي بدك تروح عندك مره وبدك تروح على البيت وبدك تقضي وقت مع، لا ما عندنا شيء، ما عندنا هالشغلات، ما عندنا هالشغلات. اكتبوا خالي وصال شكرا، خالي وصال شكرا. ايش بهذا الشيء صاير؟ لا رجعوا، ايش سويت انا؟ حمد تمام خلاص عفوا خير كثير. لا لا اصفر، رجعوا ابيض، رجعوا ابيض تدلم. ايوه عيفه خالص. مين طلع؟ يلا تعالوا نطلع كمان، يلا والله خليني يا جماعه تعال. مثل خالي ويصال يبعث صراحه جد، لانه خالي ويصال حكى كثير كان حلو. لحظه لحظه بس طالع لحظه. شو عملت هاي؟ شو عملت فيي باللم لفت على خسره الشال وطلقت الدهم وتتغنج وتلفت يمين شمال وتهز بخصرة الحرير. يعفو الله شو أنور أي شيء بتدخل. ما حدا بتزوج لا محمد ولا أنور ولا أنا، ثلاثة لا بلا. أنا ما عرفت تزوج. أنت لا كمان. ليش؟ على الحالتين لا. أربعة لا، أربعة لا بلا. يا جماعة نعمل عرسنا جماعي والدعوة مفتوحة. تمام أنا بجواب. الو تعال طلع يسار، والله بدي مرتي تعبان. ايش سيري ماي مصلحه تعب لو اختار. انا اخترت خالد وصال. ما لا انا اخترت خالد، انا اخترته والله، انا اخترته. خلينا انت ايتان. لا هيك مو بيطلع بالشيء اللي عمل هيك. لا يلا عشوائي عشوائي، هو عشوائي. يلا عبالي لك بحرك بس عشوائي عشوائي عشوائي. يلا راح يا ريتني. اسمع ضربنا زوم ممكن خفيف تقول مرحبا. يا عمي وين بتروحوا بتجوا بتروحوا؟ طب خلاص اسف. نور تراني موجودة إذا بدك تزوج. خلاص روح تزوج صراحة. نور إيه نور. طيب لك يا جماعة إيش بالفوكس ده؟ ليش هيك؟ خفف الإضاءة. لا ما له مصلحة إلا ما لا خفف.
طيب خلينا نشوف، انا اختار هلا عبد الرؤوف، بختار ناس ما انا متفاعلين. طيب عبد الرؤوف انت بطلت، خليك تختار. ها لحظة انا عندي حل، بطلي بطلي بطلي، شايف ما بدوش عينك بياض. اخ عليك موهبتي واختراعي وفني كمان انتهى هذا المرة الزخرة. خلاص تعال تختار، حط كانسل واختار. لا هالمرة انا اخترت. يا اخي كله منك، ارجع بس اطلع اطلع. لا يفكر منك. طيب هاي انا طلعت تخدا، خليك تحت. خلاص تحت. هاي كيفك؟ تمام الحمد لله. بالمصر؟ ايوه. انا صوتك كثير صغير، شو عمرك؟ 14. عمري كله يا زلمه. لك مو كله، كله كله بس عادي. على فكرة صوتك كأنك عمرك 3 سنين. على فكرة كله بيقول لي كده للأسف، وحتى شكلي صغير. حتى شكلك صغير؟ انتي ما بتاكليش، ما بتاكليش كشري؟ لا باكل طبعا كشري. ازاي بقى صغيرة كده؟ بعد لك حل. ايه؟ ازاي صغيرة كده؟ مش عارفة. طيب ايه يا أروى؟ أروى صح؟ صح. طيب يا أروى فكرتي إيش موهبتك يا أروى؟ لو قلت يعني أوكي الرسم. موهبة الرسم حبيبي. معك ثلاثة. لا معك ثلاثة. لا طيب يا أروى حابة تحكي لنا شيء مشان الحكي؟ قولي يا خالي وصال معك شيء. بكم بكل اختصار. بكل اختصار على طول خليك مبتسم، اي ابتسامة منك يعني. تخيل انت دلوقتي ابتسم، هتلاقي اكتر من 20,000 شخص دلوقتي ابتسم. طب لحظة نجرب السؤال، بتكذب ولا حياة؟ شو انه قال ابتسم نور مبتسم 20,000 شخص بجينا ميلة ما ابتسم، هذا كذاب. طب ليش انا ابتسم؟ طب لحظة شوي اوطي الاضاءة لحظة. هلو انور. ها واخيرا حدا اعطاك كوتش، روح واخيرا ادخل دخل تعال. ما بدي انزل. انا تركت ايه عفوا. اذا لم يوجد لديك موهبه اختر موهبه الرسم. محمد الكتب. طيب يا اروى حابه تسالينا شيء قبل ما ننزل عشان نختار غيرك؟ اسالك سؤال؟ سؤالي ما حدا بيسالني شيء انا. اسالي لعبد الرؤوف حرام. لا عاد نحن عم نسال سؤال. ابوي سالني عن وين انت؟ قلت له بالفاتح. قال لي عن البندق. والله ما اسالي اسالي سؤال عبد الرؤوف. عبد الرؤوف ليه ما بتطلعش مثلا مع نور والفادي كده؟ حلو السؤال. حبيبته بالله لا هلا بسدوا. لا كلها تسنقي، ما بخلي حدا يفوت. ما بحب الشارع، حقه الطبيعي. طب انا معش اسالك سؤال، شلون بندق اساس شاب ولا اخر شيء باض؟ ما بعرف. على فكرة ايه والله يا جماعه بندق جايبين له بنت على اساس عشان يتزوجوا ويجوا اولاد، ولا طلعت البنت اللي جايبينها شاب وهو بنت. وسبرايز ما ضبط. كله من فوزيه على اساس معلمه بالطيور. ايه لا بنته لا فوزي بنته ابنه. طيب البياع. ايه البياع جدع. طيب يا اروى شكرا كثير لمشاركتك، انا راح اضطر انزلك حتى اطالع غيرك. تمام ميرسي كتير. مية السلامة. باي باي. جنب صوتك كتير نعم، صوته اوفر نعم، معقول تصنع بس ما اظن. لا لا صغير لسه 14 سنة بتلاقي صوته نعم يعني، يعني مو هيك هيك كتير 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 صغير يعني. ما اوكي اوكي فهمت عليك. يلا اللي بده يطلع يكتب لي طلعني فرجيني. لا لا خليني ايه هو انا تنعيت عم طلع فشلة. انت ما عم بردوا عليك. لحظة شوي لسه ما صار. لحظة شوف بالتعليقات، نطالع ناس بالتعليقات. ابو هيش كيف تمام ارتك يز
يازمي جام لها سعودية، هي بتكون من العراق عربة، لا لا هي تركية، هي فانزي تركية بالله. اه والله ان شاء الله ما ضم ياز لطفا ياز سيسي بيرمش. طلعني عشان نت فصل، طلعني 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 ام بوغدانس تيني تيني تيني. تمام نحن ربع ساعة مسكر بس نطلع اخر اثنين. انا حظي حلو قوي لما نور طلعني يرفضه. انت ما طلعتي معنا رفضته؟ بدي احمد عليك تبع عدم رؤوف الحزر بدون حز بندق جاي تزوج طلع بنت لا تختار انت برب. تخيل احا. لا 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 ما هو. طيب طيب خلاص تعال تعال نطالع لولو. يا جماعة نصيحة اليوم، إذا كنت زعلان خذ لك عشبة، خذ لك سنيكرز، إيه تصير مبسوط. هلا أنت طلعتنا؟ طلعت طلعت مستمر يوافق. ما راح يوافق شو تقول له؟ ما راح يوافق. لا في صوت ما؟ مين 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 عبر أوف؟ حماد. حماد يا جماعه طلعت لولو بس لولو عنده النت كثير ضعيف. اسف يا لولو. حماد عم تغلط. حماد قياده ممنونه من حماد. اعطي سلاح تسليما تبعتي بس طريقتك طريقتي بس انت تسلم عليه لحماد. انت قاعد جنب خاين انور بخونك مع محمد. احا اكتشفنا يا محمد. يخرب بيتكم. انكشفنا يا محمد. الله يخرب بيتكم. شو عملت كيم اللم؟ طلعني بابا خليك تدفع الكهرباء. والله لا طالع نانتك اذا فيها ما فيها شغل دفع. خلص صدوه. قيادة الحياة. قيادة الحياة تعتزم القيادة الشامية. قيادة الشامية تعتزم تقبل الاعتذار. تقبل الاعتذار. مرحبا. هلا بيطبخ مصور كثير. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ هلو هلو الحمد لله. انت منين؟ الاردن. والله والله ما علي. خلاص اذا بقولي مصر كذبي يا اخي تخسريني قدام اخي. لا لا نوران مصر. اه خلاص يعني انت قلت الاردن وانا قلت مصر. بس من مصر يا كلب. طيب منين الاردن؟ من البتراء. كيف؟ من الاردن. من هاي ومن هاي. البارحة مو البارحة من اسبوع اسبوعين ثلاثة خسرنا ناهض اللي هو ممثل الاردن بالتريك 650 كسر. يعني قصدك محافظة؟ ايه محافظة. من اربد. كيف تعرفت من اربد؟ اربد. طيب ايش موهبتك؟ لحظه شوي عبد الرؤوف ايش موهبتها؟ هي موهبتها ايه يا تكون بترسم يا رسم يا ما بترسم. طيب ايش موهبتك؟ ترسم. ايه الصراحه الصراحه يعني ايه احضر مسلسلات تركيه بس ما تقول لحدا. هاي موهبه. هاي انجاز. طفله انت اعظم انجاز في تاريخ البشريه. على فكره انت عاطله كثير يعني كيف انه ما بتعمل ما عندك موهبه بس تتفرج. ايش هي مثلا واحد على ارز جوت تالنت بس على خمس سنوات تركيه تجيك نجمه. لا توا بس لا حبه لا مو لا ايش انت ما بعرف. لا 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 بتجي لا لو رحت لا كمان عندي موهبه انه بحضر لك. لا لحظه شوي. انا 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 ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ديما. انا انا ديما. انا شركه كهرباء الجلادين. انت نجوى. ناصر. انت نجوى. لا انا علي. طب علي جابر وانا انور جابر على فكره. والله انا ناصر قصبي وهذا عبد الرؤوف. طيب يلا انا دنيا. مين دنيا؟ هاي مرحبا يا دنيا تخبرينا شو اخبارك؟ الحمد لله.
لا يا جماعة اسمي ديما ديما بص احمر هيك بتحب مش مالك يا جابر دغري عطيتها بص طب يا اخي معلش عندي موهبة ترى كثير كويسة على فكرة طيب تفضل ايش موهبتك شو موهبتك يا بنت بص ذهبي ميمز الف الله الله طيب يا دنيا ديما 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 ها رجع عيد انا قلت دنيا عيد رجع عيد انا ديما انا ديما لا انا ديما ديما دنيا ديما خلاص باص احمر طيب صعب شو صعب طيب شكرا كثير مشاركتك يا ديما بس لحظة بس بدي احكي شيء نور انا متحمسه مشان تصير الساعه 12 مشان عيد ميلادك عيد ميلاد اليوم صح هابي بيرثدي تو يو كل عام وانت بخير انا ايش قال لك ايه كل عام وانت بخير العمر كله بخير مثلا وتصبح على خير وانت بخير والله يا جماعه ماني متحمس لعيد ميلادي ابدا يا جماعه احس عمري 21 سنه حس حالي لا يا كبرت يا والله كبرت يا جماعه كبرت ايه صرت شاب بس ممنوع تتزوج صرت شاب بس ممنوع لا قصدي يا ثاني انا صرت 23 يا عمار مو بيقدر على 22 عفوا لسه ما صرت 23 يا جماعه يعني هلا انا كبرت يا جماعه كبرت خلاص يعني خلاص سنتين ثلاثة ثانيات بموت وبرضه انا انور اطباق لك لا هلا بحاجة لتركيا خلاص يلا باي لازمك شيء؟ لا شكرا باي باي تطلع الباي دخلني بلوت طول مين شاف فيديو التيك توك اللي بتعضوا الدجاج ولا قلت لي الدجاجات بتضحكوا؟ ايه بتضحكوا عمل فيه مقلب كاتبين بدكم يضل على الزاويه ايه والله يا سلطان بده يخلونا نضل على الزاويه وعنس عند امي لا لازم يا جماعه مشان نور يتمع بتكسر لازم يتجوز ويجيب لكم مجلدين صغار ايه بتطلع شلون؟ لا ما بدي لا مشان تجيب لهم مجلدين تمام بتابعون سنتين لحظه شوي اخوي ايش كتب؟ سنتين تانيات بتصير مثلي اختيار يا حرق يا اخوي انا خلاص الله حسب احساسه لا انت 21 سنه دخل 4 سنين درس اربع سنين يا اختيار حرام لا اخوي شاب لسه حتقول حرام هو قال لك بتصير مثلي اختيار جماعة والله احساس صعب انك تكبر سنه يعني تخيل بقول لهم 20 اضل 21 صعب جد صعب جد يا جماعه وقت واحد هيك الله يكرمك يعني كنا صغار كنا ننبسط وقت نكبر سنه هلا لا صار ما كان عندي 20 سنه اي والله ايوه ايه اللي تلحس كلها سنتين الله يكبرنا على دين الاسلام يا جماعه فرش الطرا طيب تعال نطالع نطالع جعدو اللي بيعش معناتها جعدو بعطيه هديه جعدو يعني اعدو لا ابن اختي الصغير بنسوي له شغله بقولنا عليها جعدو جعدو ما بتطلع معه نظام هاي جعدو برد شويه جنبك وكالي حجيها شلونكم؟ خاص عم خاص كيفك؟ الحمد لله بخير وانتو؟ الحمد لله انتي احكي كمان انا بقول لك مين شو اخباركم احوالكم؟ لا عراق عراق؟ يس عراق لا عراق عراق حابب يعرف اكثر مني بالعراق عراق بلعجي كنت ادرس وشفتك فاتح بث عرفت الدراسه واجيت اشوف البث مالتك كيفك هذا اخوي هلا والله السلام عليكم. عليكم السلام. حالياً أدرس يعني سنة ال ق
قبل الأخيرة للجامعة. هذه عشرة. إيه. إيش وضعك بالدراسة؟ شاطرة ولا كسالة؟ لا الحمد لله زين. الحمد لله. الجامعة السنة هي بكلونة. يا هلا انتم حلو في الحديث؟ سؤال لا تناقش. طيب طيب حابة تحكي لنا كلمة؟ اخوة yes. اكل بس على البراد. تفضلي. انتم من احلى الفرق اللي شافتها في حياتي، بحيث 24 ساعة انا متابعتكم. طفولة. شكرا لواتك لخدمة. Thank you لكم. لا لازمك شيء أحاب. لا لا سلامتك. باي. 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 بس هذا أنا في الأطلاع. لك هذا فهم عليك. يلا نأخذ آخر جيست. يلا عشان سكنا إنه جانا. لا بس الجيست الأخير لازم مو عشوائي، لازم نختاره. يطبخ يا شباب. نختاره ثلاثنا. نتفق على الشخص ونطالب. طبعا ما حد واحد ثلاث سنين. يعني. نختار شخص من ثلاثة. نقوا. انت والله هذا طول فيه كتير. لا نتفق. تمام. يلا. عندك لا. هاد. هاد. ايش رايك هون؟ دور معك. طيب انت نقي. هاد. انت عجبك؟ لا انا عجبني. انا لا ما انا لحظة التصويت. لحظة لا ما بده تصويت. بده يرفع ايده. لا ما بده تصويت لانه وافق عليه كلياتنا. طيب يلا نقي يا برو. ها وافق انت؟ انا موافق بس نور ما وافق فبنرجع لا هاد. شجاع شجاع. الله يخرب بيتكم. لا عن جد خلينا نقي واحد يكون. تعال 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 لحظة شوي لحظة شوي. او هاي قبل الاخير. هاي متعرض من فانزات ال قدام الإيرانيين أجانب فرنسا وعواصم. هلو. هاي. هلو ليك. هاي. What you speak? I speak in English. How about you? I speak in Arabic and Turkish. You can speak Turkish? No, I can't speak. Where are you from? I am from France. فرنسا قلت لكم فرنسية. تمام ماشي. جيمابو انجليزي ارضي. لا مو جيمابو. جيمابيل انوار. جيمابيل عبروب. جيمابيل. جيمابيل. لا لحظة شوي. جيمابيل تومابيل ميبابيل. لا مو جيمابيل. جيمابيل. جيمابيل باريس فرنسا انوار. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. يو كان سي باريس سان جيرمان. خلاص لا يسن. Sorry, I don't know how to speak like French because I'm my origin is from Albania. Nice to meet you. How old are you? Me too. Nice to meet you too. I've been waiting 1 hour to be in this live. لحظة شوي. بس تفهم عليها سيد عمره. How old are you? خلاص لحظة. How old are you? I am 19 years old. Are you 19? أوف كبيرة الله. 19. 19. طب. Jima bell me. Are you beautiful? Or you Sorry, what was that? But I am Majroom. I've been waiting 1 hour to be in this live. I love you so much. How much you follow me? How much? Ago. How much do I love you? Yo, I love you. How much? Sorry. How much you follow me? Follow with me. I've been following you since like January from this year. ما في بيت بس أقول. January. In January it will be one year ago. Yes. One year. You can love me. I can love you. Me too. Can you take me number? Who? How about you? Who
is the present with you? Okay. يعني مين شخص with me, my friends are with me right now. طب قولي واحد حكي انجليزي. Your friend? Yes. Where are you from? Hi, Nur. Hi. You are following me? Yes. And I love you. I love you so much, Nur. Me too. Let's keep running. How much are you? How much you? I love you. I'm literally crying right now. I love you so much. Me too. Who you love? Me and me, our who? I love you too, both. It's a bit. Me, our who? Our she. I love you. I love you. Me, you. You, he. Me, who? Stop singing. Oh, I love you too, both. Please. Okay. I love you too, both. But I love Nur a little bit more. Love you more. ايش يحبني اكثر؟ Show me your face. طب لحظة. Me are you? لحظة. For me chat you. لحظة. For you. لحظة. دول. اسمعي. انفر اوكي. دور يا الله. 1 minute. Show your face. Are you speak 1 minute? My friend can speak a little bit of Turkish. Oh my god. Merhaba. Okay. Merhaba. Ya Anwar. Nasılsın Enver abi? Lahza. Nasılsın? Do you love he or me? 1 2. You know you. You and Anwar and Mohammed. show your face. ليش؟ لا ما بدنا نطلع. You want to see your face, brother? لك هاي sister. Sorry. I look disgusting right now. Me too. I like you. You like Justin Bieber. I like you too. I love you so much. I love you too. خلاص. You look like Anwar. Can you take me number? I can take your number. تمام خلص. Can you follow me? يا عفو الله خلو أحكي. أول مرة بحكي. I will follow you all. I'm being fast for you. I'm sorry. Anwar, can you follow me back? I follow you. Don't you? Okay, he can. اقول له تحت السيطره. اوكي هاو ماتش ذس از سؤال هاو ماتش يو ار ماي فان نوت فولو ماي فان هاو ماتش هاو ماتش دو اي لايك هاو فيري لونج لايك اي بين يور فان لايك فروم 1 يير اجو من سنه او ماي جاد يو لاف هيم يو كان تصفي تو هي. Thank you for it. 2 years ago, I don't speak English very much, but now I speak Turkish, English. He go. I don't speak in English. Where are you from? Very good. I am from Si Muhammad. Say. Yes, we are with him, Muhammad. Yo. Say, I love you, Muhammad. I love you, Muhammad. I love you, Qiyada Halabiya. Okay. Do you want ask me?
A question. Yes. Okay, you can speak, but later. Faster. No. Okay. So, how are you doing, like, with the coronavirus and stuff? Are you okay? I with my friends because we have very beautiful home. ايش يعني برا؟ out. Yes, I know you live together. Yeah. You don't can go out because coronavirus we have, but we same house. Yes, I know that you live together and you are so lucky to like meet your friends every day, because like we in France we don't one. Eat every day. Okay. Do you love me? Yes, I do. Do you want me? I have one more question. Do you have a girlfriend? Me? Do you have a girlfriend? Yes? No, I don't have a girlfriend. You have me. I will be your girlfriend if you want to. Okay. Oh, let's get married. Like so what the zone. Okay. You can't be my wife. I want to be your wife. Oh, thanks. My friends here can be your friend's wife. Like Anwar's wife, you know. I have two friends. My friends can be your friend's wives. You know what I mean? Ah, thanks. You can take me your number. You take me your number. Your friend. I can my number. I can like give my number to Noor. لا حدا ياخذ بالشيء بس نحن يعني عم نمزح يا جماعه بس ده اول مره بشوفه. Sorry. What are you saying? I don't understand you. Me too. You can. Can you say again? Say again. I don't understand you. Please speak English. Nice. I don't understand the language. Okay. How you can marry me? Your friend, how old are you? How old are she? She's 20. She's 20 years old. 20. 20? Yes. 20. Me, 22. Okay, it's two years gap. It's yes, okay. Yes, I love you, friends. She will easily marry you right now. I love you so much. Okay. I have. Love you too. I have question. Why? Okay. You not marry who? Oh, gee. Because I want to marry you. Ooh. Do you have another friend for me? Yes, I have one more friend. You have? Yes. I have all friends for you. I can take all my friends for you. He needs four girls. Yes. I can take that. Answer. Are you Muslim? Yes, I am. Oh!
I am. I am Muslim because my origin is from Kosovo. You know. No. You can. Send me visa to France. You oh to send you to France. Okay. I don't know that. I don't know if I can. Okay, thank you for you can't. Thank you for everything. Nothing. Oh, thank you too. Okay. I love you so much. Good night. Good night. Bye. And happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. No. Your friend, not. Your friend love me, not Noor. Okay. Happy birthday, Anwar. Anwar. Okay, I love you so much. Okay, love you. Too. Love you so much. Hope this year will be more wonderful for you. Bye. Good night. Good night. نعم. نعم ولا طلع عندي فانزات من فرنسا يا ولد. يا جماعة ونمزح نحن. عندي فانزات من فرنسا ما كنت متوقع فرنسا إيران على طلع معنا اليوم. إيران فرنسا شيء غريب فانزات إنه بحطوا تصاميم عليه وشكرا كثير لكم. Thank you. والله يمكن يطلع لي واحد هندي. أنا بورلي بنتا ما بعرف سبيت أو يا رب حد يترجم. شكرا كثير لكم يا جماعة و thank you for everything. خلص all لكن يمكن عندي غيرهم. شكرا كثير يا جماعة الحمد لله محبة الناس كثير شارك كبير. اسمها نور مار. شو بتفهم من فيديوهاتي؟ والله ما تفهم إيش من فيديوهاتي بس اللي بعرفه إنه هي فانز لي. يعني شيء كثير كبير طلع حتى في هون تراك سيني اول ارم يا جماعه خلينا نطلع واحده التركيه هو بيعمل يعني تركي هي عربيه هي عربيه تشكر ادريم هيرشي عربيه للسياره تشكر ادريم هيرشي تشين ثانك يو فور ايفريثينج ايفر شو الكلمه ثانك يو فور ايفريثينج Everybody. Everybody. شكرا للجميع. Everybody صح. مو everything. Everybody صلى على النبي. شكرا للجميع. شكرا للجميع يا جماعة. بالبداية أحبكم. Thank you. Hello ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. We have today Enver Jaber. Enver Mar. You can take this Oscar. Yeah. احكي رسالة. You can told. لأن I love you hair guys so much but أنا بحبكم كلياتكم لأنه أنتوا أخواتنا بداية بالصلاة على النبي can you take me about you have يا جماعة أنا آسف على كل البدر يعني من هدول الشابين ومني كمان لأن احنا حابين نمزح حابين نعمل لكم جو هيك يعني عرفتوا كيف؟ انه البنت اوكي واذا اجنبي يعني عادي بس انا انصدمت انه عندي فانزات من فرنسا يا زلمه والله الشعور حلو يو كان بات لاف يو عم بقول لك محمد لاف يو انه ايش يعني؟ يعني ما بعرف انجليزي يعني نعم محمد بطل يتعرف عليك هذا انوار وانا بحبه كمان رشوش رشوش ايش تبغى اليوم؟ يخرب بيتك مصلحتي انا والله كنت اعدي عليك اليوم بس ما حجر لا أنا إضاءة هون بقى دبرنا عند رؤوف طيب يا جماعة كانت نهاية البث خلاص حاضر لازم نسكر وإن شاء الله بكرة أفتح لكم على التيك توك إذا الله يسر الأمر نفتح بكرة على التيك توك إذا الله يسر إن شاء الله بكرة الساعة 9 نفتح التيك توك أنور فضحتنا قدام الأجانب لا بالعكس أنا بالعكس أحسن صورتكم وبرفع راسكم أنور عادي بس أول ما شفتها على التيك توك حسبتك أجنبي ثانكس برو فيديو ثلاثة جاك فكرتهم التعليقات تقريبا بس يعني تعليقاتكم الحمد لله بتعطيني افكار ها هاي اهم شيء حاولوا تكتبوا لي تعليقات افكار لفيديوهات جاي انه احسن اسويها لوحدي مع انور كذا انه نطلع لبعيد لانه اويتا لانه البنات يا جماعه لكم ان شاء الله انه في حجر تركيا ما بصير تحت السن ال 18 يطلع برا البيت فمين
فالبنات بعد سن 18 انه تحت انه واحده 14 سنه شد واحده 15 16 المهم يا جماعه فما بيحصل طلبه رتبت فما بحسن اسوي لكم فيديوهات فهمت علي الفكره فحاولوا تكتبوا لي فيديوهات احسن اسويها لحالي مع انور مع اخوي محمد افكار تجارب مقالب كذا اي شيء بتساعدوني هذا الشيء لانه انا كثير عم بفكر الفتره الاخيره حتى اسوي لكم محتوى بس ما بلاقي شيء فحاولوا انكم تساعدوني بشتى الوسائل يا جماعه انكم تكتبوا لي شغلات شو عملت في من انا اخذ اخر جيست لفت على خصرها الشان ترقص قدامي وتتغني تتلفت يمين شمال تهز بخصر الحريري اوف اوف لفت الجلادين فهمت علي يا جماعة؟ تحدي كشف الجذب يا جماعة يعني فيديو قديم تحدي قديم ما نحن ما نكذب أنا أخص صلوا 3 سنين منتشر على اليوتيوب يعني حرام عليكم إنه تطلبوا مني بالتعليقات شيء منشور من زمان عشان يعني بنضر هذاك الوقت إذا نزلت شيء قديم نزل شيء جديد فإذا عندكم شيء جديد اكتبوا لي يعني عم بلاقي هذا التعليق كثير بس ما عم بحسب لكم لا تكتبوا هيك شيء يعني عرفت شلون؟ لازم نحن دائما نعمل شيء جديد جهاز كشف الكذب كثير قديم خالو عمل فلوق بالمنطاد طيروا شوف مثلا هاي جوجو اللي عمرها سنتين ثلاثة عم تعطينا افكار حلوة حلوة الفكرة ان شاء الله يا خالد شو عملت في من لم هاي غنيت مين؟ هاي احمد الشيخ على راسي فيه قدامي وتتغن تتلفت يمين شمال بخصم الحريق اندومي الحار رشا ورب بلوك ورب يا رشا بلوك بس ما حدا يكتب لي بالتعليقات سوي اندومي الحار لا لا حدا يكتب بليز ربعت لك على الخاص فكره جديده افتح خاص بعدين نشوف اوكي ان شاء الله هدول شو هدول؟ شو هدول؟ ما بعرف شغله جديده نور طالع بس شنو سؤال بتحطه بجاوب عليه والله والله ايه طبعاً جربة أول مرة في حد سأل عني أول شيء سيفلي مش عم سأله أقول إنه ليش ما عم بطلع معكم أنت جاوبت عليه تعا والله الأول مرة بشوف أيوة صار يسوي فتح واو بدنا مقلب يا خلاص تكم عندكم لازم نسكر يا جماعة نحن طولنا كتير أنا أخذت من وقتكم تقريباً ساعة وش ساعة ونص ساعة ونص أنا آسف لأنه طولت عليكم كثير أخذت نوتكم تقريبا ساعتين جد آسف إن شاء الله بنشوفكم بالأفراح مشان نرتاح فأنا آسف يا جماعة برجع بعدكم لأنه طولت عليكم لازم أسكر والله لازم آخذ آخر جيست على اللي لسه صار فيه بتشعر معلق انتوا اصلا بتحبوني اذا طول صح ولا لا لا والله لا شكله مللته الالف بدهم بس اخلص يروحوا حطينا شاي على النار نروح والله بهزادوا جوك عالي يا صاحبي يقبرني هالجو انا بس مرحبا مرحبا اهلا كيفك الحمد لله انت كيفك انا من غزة على عهدي على ديني على ارضي لاقيني انا اللي انا بديهم انا دمي فلسطيني 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 يسلموا كيفك انت الحمد لله انت هاو اولد شد عمرك من شيماء هلا يا شيماء 21 سنة 21 سنة نورت يا شيماء طب ليش عم تحكي عن طريق سلومو؟ ايه ليش عم تحكي بطريقة سلومو يعني انه كيفك يعني عم بتقولي كيفك هيك بسرعة فاست ليش؟ مش فاهمة اوكي الحمد لله طيب بان جالدن مش جالدن طيب يا شيماء ايش موهبتك؟
راحت قلبي لم ينكسر. ما في شي حد بنعرفه طلع معنا نسلم عليه؟ حد بتعرفه ونسلم عليه؟ مين بدك؟ هلا بنعرفه. مين بتعرف؟ طيب هاي الجستات، هاي اخر جست شان عبد الرؤوف يا جماعة. لا انا حاول اسكر بس انا ملو. اذا حدا بنعرفه. طب ليش؟ لا لا لا. لحظة شوي. شو عملت في يا ملم؟ لفت يمين شمال يا جماعة ما عم بقبل الجستات ليش هيك؟ صعلك الانستغرام هلكته خلاص هذا اخر جست وباي اخر جست ما طلعت فوزية لهلا فوزية فطلع بنت الفوزية ابنه والله كنا 34000 واحد على قصتنا 23 مرحبا هلو هاي كانت نهاية البث شكرا كثير لكل من حضر البث والكل اللي أخذ سكرينات والبث في 34 واحد شكرا كثير لكم وشكرا لكل اللي هذا أوكي رح أحاول اليوم أنزلكم ستوريات مع الشباب لحتى نسليكم شوي ومثل ما قلت لكم إذا بتحسن تكتبوا لي أفكار على الطبخة بصور لهم الطبخة؟ تطبخ معي؟ بطبخ معك خلنا نسلكم ستوريات إيه بصور لكم ستوريات وأنا عم بروح على المطبخ إذا حدا عنده تعليقات حلوة على الآخر فيديو يروح يعلقها وعنده أفكار يعلقها إنه عم يقول ثبت البث وخلص طيب تكرم عينك على راسي بنزلها ليش تتمسخر على اللي بيطلع معك على البث؟ أنا بتمسخر عليك طبعا بالعكس كل الاحترام المحبة بنلعب نعطيكم الروح الفكاهة على فكرة يعني أنا بحترمه أكثر من حوالي حتى وهن اللي طلعوا معي بيعرفوا هذا الشيء بس نحن عم نتسلى ونضحك يعني بس قعدنا كلياتنا وبعد المؤاخذة لو أنا بتمسخر هن كمان برضو على حالهم ما بتموا بس بيعرفوا إنه نحن عم نمزح من نضحك أصلا ما عملنا شيء غلط ما في شيء تجريح كلياته مزح فشكرا كثير لكم يا جماعة باي Love you so much وبوعدكم انه ارجع نور القديم وراح تشوفوا شيء بالايام كثير قوي نور ونملة بمسج لرياندا سون ربك تشوك ونملة تمام بكر باي